كيفية عمل لوجو لقناة الطبخ أو لشيء هكذا؟ طريقة سهلة جدا يا أصدقائي، تقوم باختيار أولا الباك جراوند، تقوم بالذهاب إلى هنا، أختار دائما باك جراوند بيضاء. بعدها سوف تقوم بالذهاب والضغط على إضافة صورة أد فوتو، بعد ذلك سوف تضغط على السيرش أو البحث، تبحث مثلا سوف تكتب كوكين لوجو هكذا، سوف يعطيك العديد من الاقتراحات. سوف تبحث مثلا، أنت تبحث على شيء لا يوجد فيه اسم، مثلا هكذا تضغط أد. بعد ذلك سوف أقوم بالتقطيع لأقوم بعمل بعدم استخدام أريد أن أقطع فقط هذا اللوجو قد رأيتم. بعد ذلك حينما أنتهي أضغط على أوكي وأذهب إلى التكست أو النص، أضغط على النص هنا وأقوم بالكتابة مثلا شيف محمد مثلا، أضغط أوكي. بعدها أقوم بالتعديل على الخط، أختار الألوان، ألوان أريدها متشابهة لهذا الألوان، أختار أريدها هكذا، أختار مثلا الخط البوليس أو الخط مثلا الشيف محمد هكذا. كما رأيتم يا أصدقائي، الآن عندي لوجو خاص بقناتي للطبخ يا أصدقائي. بهذا نصل لنهاية الفيديو، لا تنسوا دعمنا بوضع زر لايك، اشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.